طبعا الشاعر عواض بن سالم، يلا حي اخوي عواض على جية الشباب كذا، بيتين تشعلل بهم كذا يا اخوي عواض. يا شوق عية ظروف الوقت تجمعنا، يا سلام. الوقت يمشي وحنا ما تلاقينا، سافرت يا شوق حتى ما توادعنا، وظروف الايام حالت دون مانينا، ما ينفع الدمع لو سالت مدامعنا، ولا ينفع الحزن لو تكثر مراثينا، ما لجزم من فوقنا واخلف روابعنا، وتكللت بالفش الكامل مساعينا، الحزن بين علينا لو تصنعنا، ساعات تمالها في قلوبنا مينا، ما ملت انيابنا من عض اصابعنا، لو مل جسر الشقاء من مشي رجلينا، وجنوبنا ما تهنت في مضاجعنا، والحاضر المر كدر حلو ماضينا، ولو قسوة الوقت ترهقنا وتوجعنا، نمشي على العز ما نخلف مبادينا، على الشرف والمحبة مالها معنا، بلا شرف والشموخ اسمى معانينا، حب الشرف في سما العشاق يرفعنا، حب يخلد حكايتنا واسامينا. الله يصح لسانك. شف اخوي عبد الله بن بندر يسال، يقول هذا عواض العتيبي، فجت كذا الحميه الحين وجاك يدرهم الان بيدخل معنا. طبعا هو شاعر، وطبعا شاعر جنتل، شاعر النسخة، هذا شاعر النسخة أو شاعر الواقع تقدر تسميه. ما يحتاج. صراحة أبو بندر غير المايك ذا. لا هذا غيره ذا المايك. رقم إذا أنها رقم 11 غيره. لا ايه؟ غيره. لا غيره هذا. أخذ من الكرتون. يشتغل. يعني على الكنب كلها مبدلينها تقريبا ترى أنا بدلنا كلنا. إي والله ما أدري إيش اليوم المايكات فيها. أرحب يا أبو هادي. ما شاء الله أرحب. حالك ترى احنا المفروض نقيم الصلاة، بس ما ادري عن الشباب جو يا ابو هادي. احد قام يا ابو هادي؟ احد صوبنا؟ جاتني رسالة يقول ينشد توكلنا. وش توكلنا ذي؟ الله توكلنا. اي يا سلام، هذا كنت العب على قجو عيدي. يعني عقب الصلاة؟ اي عقب الصلاة. سم يا اي أيوة. والله تكفى عشان نقيم الصلاة، ليتك تشوفهم يا ابو هادي. يا هلا يا مرحبا. ابشر ابشر. ها؟ هلا ابو بندر. كيف حالك؟ مرد يا اخ ام عمي. بيجي عليها تصميمة. لا داك. يعني تاسف. يا سلام. يلا حيه. يا رب لك الحمد. شوف اسمع القصيده واسال ابو عبد العزيز، اقول هذا عواض قال لي. اي والله اشر لي هنا، قلت الله الله، فقلت له حياك تفضل معنا. طبعا على قولتهم العارف ما يعرف، ابو بندر ما شاء الله ابدع في الشعر وابدع في الكلمات والاحساس والمشاعر، فكلها ترجمها في ابيات جميله، ممكن في النسخة هذه فوق 100 قصيدة جابها في النسخة هذه ما شاء الله تبارك الله. في كل فقرة يدعم اخوياه بقصيدة الجميلة. الله ينعم. ها؟ اي اشارة في البرنامج؟ البرنامج ولا القناة؟ القناة. القناة والله. شو جبر؟ القناة بشكل عام. لا بزنسها لا جنتلها كلها. كافو. ما شاء الله تبارك الله. اي والله بصمتك موجوده. عطنا اخر قصيده قلتها يا ابو. ابشر انتم اول شيء الله يمسيك بالخير ابو عبد العزيز. الله يمسيك ويرضى عنك، نبي ناكلك على طول. اعطيتوني بالكلام هذا وانتم اهل المدح والله نبي صادق. اما القصيده في قصيدتهم والله انها في خاطري، يقول كتبت من حزني على حزني ابيات، كتبت من حزني على حزني ابيات حزن في الضماير نزيلة، يا صاحبي خل الطعون القديمات تبقى ورا عوج الضلوع النحيلة، مقابر تحيا بها ناس أموات تحيا تحت ذيك القبور المهيلة، أحاول أنساها وأنا كل ياهات وأسهر على ذكراي في كل ليلة، أرجع وأقول اللي مضى فات ما فات وأرجع على اللي فات ويعود جيله، يا كثر ما طاحت على الخد عبرات ويا كثر ما ضاعت علي الوسيلة ويا كثر ما عديت رؤوس الطويلات وسريت ليلي في الدروب الطويلة وضاقت علي فجوج نجد الوسيعات والقلب ضاق وضيع الله دليله، واليوم صبري انتهى صبره ومات وخلى خويه للحمولة
الثقيلة يا صاحبي ما عاد للعمر للذات ما عاد أحس إن الجميلة جميلة. يا سلام. صح الله. صح الله. ما عليك زود والله. صح الله. عبد العزيز. لبيه. بما أن أخونا عبد الله كرعاني من برنامج البيزنس.